ليه؟ كده يلا. طيب اجين يا شباب، بنتكلم على الميكانكس. كنا خدنا في الفيرست تيرم خدنا تو برانشز، ستاتكس وسوليد جيومتري. السكند تيرم عندنا حاجه اسمها داينامكس وبروبابيليتي. هنتكلم النهارده على اول حاجه الداينامكس. والداينامكس طبعا ده ساينس اوف موشن. يا احمد معلش، يا احمد معلش. تعالى يبقى الديناميكس ده ساينس اوف موشن. اول جزء عندنا في الديناميكس ده حاجه اسمها ريكتينيال موشن. واول جزء عندنا في الريكتينيال موشن ده بيتكلم على في بيتكلم على the difference between the distance and displacement. وحضراتكم عارفين من الفيزيكس انه the displacement ده shortest line. shortest line between start point and ending point in a certain direction. ونشوف مع بعض دلوقتي نماذج على الفرق بين الديستانس والديسبلس. في عندنا اكزامبل. امان موفز 80 متر ديو تو ايست ذن he moves 60 meters due to north. Find the distance and displacement. تعال نشوف مع بعض كده. طبعا محتاجين الاول ان احنا نعمل درو، لانه بيكلمك هنا على دايركشن، ويفضل ان طبعا البوينت اللي انت هتعمل من عندها تبقى هي كانها الاوريجن بوينت. يبقى دي كده الستارت بوينت بالنسبه لنا اهي. هو موفز 80 متر ان دايركشن اوف ايست. دي كده ال 80 متر وصل هنا. بعد كده then he moves
سيكس نورث هنا كده 60 متر يبقى moves towards east then towards north يبقى دي كده الستارت بوينت ودي كده بالنسبه لنا الاندنج بوينت. المفترض ان احنا بنعمل جوينينج بتوين الستارت بوينت والاند بوينت ونيجي على جنب كده ونقول له ان الديستانس الديستانس مالهاش دعوه بالدايركشن مشينا ايه then sixth هي بلس طول الوقت يبقى 140 متر. طيب what about displacement؟ الديسبلاسمنت طبعا هتبقى عباره عن بايثاغرس ثيرم لان اللاين which joining between the start point and the ending point from Pythagoras theorem يبقى square root 80 power 2 plus 60 power 2 equals 100 meter. ده example. Another one. شوف كده مع بعض example تاني كده. A bicycle. Moves 6 kilometers due to west. Then he moves 8 kilometers with angle 60 degrees south of the west. كالعادة عاوزين الdistance والdisplacement. طبعا لازم نعمل دروب. هو بيتكلم على 6 كيلومتر ديو تو ويست. دي كده الستارت بوينت بتاعتنا. ادي الستارت بوينت او بلاش نخليه هنا. خليها على جنب هناك كده. هنا كده الستارت بوينت. هو بيتحرك في الدايركشن بتاع الويست. هنا كده دي كده 6 كيلومتر وصل هنا. بقول لي بقى انجل 6 ده كده الساوث وده كده الويست يبقى يتحرك بالشكل ده كده ده انجل 6. طبعا الانجل بتبقى مع الدايركشن الثاني يعني ال 6 هتبقى عندنا هنا كده دي كده ال 6. Thank you.